حاجة في الإيد ممكن تورينا الشخص ده قد إيه بيتعب في مهنته وفي شغلانته. هو ده اللي عملته لنا الصحفية والمصورة سارة سعيد، راحت لمجموعة من الصنايعية والعمال، صورت إيديه وقد إيه هم عندهم، يعني لما نشوف الصور في حواديت معمولة من الصور دي ومن الإيدين دي، إيه أحلامهم وإيه مشاريعهم، هنعرف كل ده من سارة. منورانا. نورك. يعني مشروع جميل جدا بصراحة. ربنا يخليكي، شكرا جدا. كل سنة وأنت طيبة. أنت طيب. رمضان كريم عليك. ربنا يخليك. عاملة إيه يا سارة؟ أخبار؟ كل حلو. الحمد لله تمام. كنت عايز أعرف منك إيه اللي لفت انتباهك لإيدين الصناعية؟ إيه أصلا اللي جاب الفكرة في دماغك؟ ماشي. أنا من فترة كنت يعني بشوف العمال اللي هم بتوع الرخام، دول أكتر ناس هي جابت لي الفكرة إن هم بيبقى باين على مظهرهم العفرة بتاعت الأداة اللي بيستخدموها في تقطيع الرخام. فلما ركزت شويه لقيت ان مش بس عمال الرخام، في اكتر من عامل تاني بيستخدم اداه تقدر توضح على ايده الحاجات يعني التعب اللي هو بيتعبه من غير ما احنا نشوف وشهم او نشوف ملامحهم بس. فديت الفكره ان الايد ممكن تعبر جدا عن الشغل اللي صاحبها بيشتغل. طب انت بداتي امتى تعملي سلسله الصور دي؟ نزلت بالظبط يوم 23 ابريل. صورت 23 و24 و29، فالمشروع خلص 3 ايام بس. حلوه قوي. طيب الشغلانات بتختاريهم على اي اساس؟ هو زي ما وضحت لك ان الصناعيه هم اكتر ناس بيبان، الصناعيه اكتر ناس بيبان على ايديها الادوات اللي هم بيستخدموها ليل ونهار. ده بيبيع خضار. بالظبط. ما انا هقول لك الموضوع في الاول ان انا كنت حسيت ان مش بس، يعني لما نزلت صورت ان مش بس الادوات، هو لا، هو ممكن يبقى ما بيستخدمش اداه، ممكن بيبقى بيشتغل شغلانه طول اليوم زي الخضري، زي اللي مثلا بيشتغل في العصير القصب. ده بيشتغل ايه؟ دوت عامل رخام. اوكي حلو قوي. طب معلش يا ساره، عايزه ارجع لك في النقطه دي. لو مثلا لو واحد فكهاني او بيشتغل في الخضار، ما بيبقاش باين على ايده حاجه معينه. بالظبط. لو مسك برتقان او مسك فاكهه او خضار، طب انت بتعرفي ازاي، او احنا لو شفنا الصوره هنقدر نفهم منين ان هو ده فكهاني او بياع خضار؟ هي الفكره اتبلورت بعد كده ان مش بس الادوات، هي فكره ان الشقه باين على الايد. ان يعني في الاول كنت حريصه على ان انا استخدم او يعني ان انا اصور الناس اللي في ايديها ادوات. بعد كده لما نزلت ولقيت ان مش بس اللي معاهم ادوات، لا كمان في ناس اللي هو زي الفكهانيه او زي اللي بيشتغلوا في العيش ايديهم واضح عليها الشقه. فهي الموضوع اتبلور ان في ناس كمان مش في ايديها ادوات بس في نفس الوقت ايديها باين عليها الارهاق، باين عليها ان التعب، باين عليها اللي هي لسعات يعني. فمش بس واحد زي ده متحور مثلا. بالظبط. ده موبايل محارب فهنلاقي على ايده ديت حد بيشتغل في العيش وبيعمل سندوتشات في وسط البلد. فطول اليوم هي شغاله في الطبخ، شغاله في عمايل السندوتشات، فبرضه بتتعب او برضه ايديها بتقول حاجه. حلوه قوي. حلوه الصور، حلوه الفكره جدا. رائعه. طبعا انا عايز اعرف منك كم عامل قدرتي ان انت تصوريه؟ يعني انا صورت 25 حاله بس اخترت ان انا انزل 16 بس، لان كان في ناس منهم مكرره، فاللي هو اخترت مين القصه بتاعته فيها لمسه انسانيه اكتر من الثاني، فما قررت الشغلانتين، نشرت بس اللي هي حد منهم بس. بس فانتقيت. بتروحي الاماكن دي فين؟ يعني بتختاريها ازاي الاماكن اللي عايزه؟ في الغالب بيبقى الاماكن اللي هي فيها ورش، او اللي هي بتقدري تتعاملي مع الناس اللي هي البسيطه، الناس اللي هتقدر تستوعبك، او اللي هي الناس اللي باين في يعني اللي هي حابه ان هي تتكلم مع الناس، او ان هي مش يعني حتى لو اللي هي اعتذرت مش هتعتذر بشكل سخيف، لا هي في الاول في الاخر بيتعاملوا معاكي بمنتهى البساطه. طيب كم مكان روحتي؟ شبرا، وسط البلد، بساتين، عابدين، فتقريبا يعني من 4 لـ5 اماكن كده. حلو قوي. طب ساره، انت دلوقتي بتعتمدي اكتر على الصور، ان انت تصوري ايدين العمال والصنايعيه. هل انت بتوثقي مثلا الكلام ده او تحطي معلومه تحت الصوره، ولا بتعتمدي على الصور فقط؟ انا في الاول كنت حابه ان انا انشر الصور بس من غير ما اكتب عليها اي كابشن، من غير ما حتى اكتب السن او اسم الشخص، والناس هي بقى تقعد تتخيل. بالظبط كده. بس يعني لقيت اكتر من حد طلب مني ان انت لما حتى لو بتنشري صوره او ان الموضوع عباره عن قصه مصوره، فده لا يمنع ان انت تكتبي جمله عنهم او كابشن كده بسيط، وده اللي خلى الناس تتفاعل اكتر مع الموضوع، ان هي الجمله البسيطه ديت بتخليكي تعرفي، او هو انت مش عايز تعرفي اكتر من الجمله اللي اتكتبت ديت بس.
اللي بيبان على الشقه على اصحابها يعني في مهام بتبقى صعبه جدا بيبقى فيها تعورات كتير وفي ناس للاسف بيحصل لهم ساعات بتر في صوابعهم وحاجات. ايه اكتر مهنه بقى فيهم صعبه؟ انا بشوف يعني مبيض المحارق لان طول اليوم ايديه فيها بويه، عمال الرخام لان زي ما قلت لك العفره والصاروخ دايما بيعرضهم لمشاكل، عمال الحديد والصلب طبعا اللي بيشتغلوا في الحديد والصلب انا للاسف ما صورتهوش بس يعني ان شاء الله هصوره. فهي الحاجات اللي هي بتبقى فيها ادوات صعبه شويه او طول الوقت بتعرضك لمخاطر وانت ماسك الاداه. نجارين مثلا شفت قبل كده نجارين في نجار في يعني اصلا شفت نجارين كتير بيبقى عندهم للاسف صباع بسبب المصاير وصباع ساعات مسمار دخل في ايده غلط وهو بيعمل حاجات بتبقى صعبه جدا. طيب ايه التفاصيل اللي عايزه توريها في الصور اللي انت بتصوريها؟ يعني كنت يعني يبان يعني في بعض الصور لان مش كل العمال للاسف باين على ايديهم المهنه، بس في ناس بيبقى باين فيها الخدوش يعني زي ما هو كان بيتكلم بالظبط على النجار، فالنجار هتلاقي اطراف صوابعه فيها خدوش من طبعا. مكان المسامير او مطرح الاداه اللي بيستخدمها، مثلا اللي هو الولد اللي كان شغال في العيش هتلاقي لو ركزتي هتلاقي صوابعه من فوق فيها فقفقه الجلد من مكان ما بيطلع العيش بالظبط كده. ف يعني ديت اللي انا كنت حريصا ان الصور تقولها. في اللي هو الراجل برضو اللي شغال في الورد، الشوك باين على صوابعه من كتر ما هو بيمسك الورد بينزل الورد، فاللي هي الاشواك اللي موجوده ديت برضو بتعرضه لل طيب ساره دلوقتي انت لما جيتي تحكي مع العمال واصحاب المهن دي ان انت عايزه تصوريهم وعايزه تبرزي قد ايه هما بيتعبوا، هما استقبلوا الموضوع ده منك ازاي؟ يعني هل تقبلوه بفكر بفخر وعزه ان انا بشتغل وان ايدي دي هي سبب مصدر رزقي وهي اللي بتجيب لي الفلوس وهي اللي بتجيب لي الرزق اللي اقدر اصرف بيه على اولادي وافتح بيت، ولا كانوا يعني خدوا الموضوع ببساطه ما فهموش الفكره؟ لا خدوها ازاي؟ نسبه كبيره جدا كانت بتتعامل زي ما انت قلتي كده بفخر اللي هو انا ايديا اهي، وفي ناس كانت بتهزر وفي ناس كانت حتى بتقول لي طب بصي انا مش عارف انت عايزه تظبطي الكادر ازاي، خدي ايدي اظبطيها على الكادر اللي يعني. جدا جميله. فنسبه كبيره منهم كانت لطيفه، في حد منهم انا يعني ده تعرضت له ان هو كان مكسوف، لا ايدي ايه اللي تصوريها انا ايدي اساسا متبهدله مش نظيفه فمش حابب ان انا اتصور، فاللي هو شويه بتوضحي له ان لا ان دي حاجه ما تعبكش بالعكس دي مصدر فخر ليك. وكمان كنت بوري له النماذج من الصور الثانيه بحيث ان هو يعرف ان في ناس كتير ايديها متبهدله وهي بتشتغل وان ده الطبيعي ان مش هنشتغل احنا لابسين جوانتيات يعني. بس طب قابلتي عمال مثلا كانوا مستغربين الفكره ورفضوا ان هم يعملوا كده ويتصوروا؟ قالوا لك ايه بقى؟ في ثلاث اشخاص رفضوا تقريبا، في حد منهم كان واخد موقف اصلا من الصحافه والاعلام، فده بعيدا عن الفكره او اي حاجه، فده مش حابب خالص ان حتى لو الفكره لطيفه مش حابب يتصور. الحد التاني اللي هو قال لي طب انا هستفيد ايه يعني، انت دلوقتي بتعملي مشروعك وما اعرفش ايه، طب ايه الاستفاده اللي انا هستفادها؟ طب خلاص ماشي اوكي يعني، كنت بحاول ان انا اتواصل معاه ان طب يعني انا هفهمك او ان ديت حاجه ليك او انا ممكن اطبعها لك ودي تبقى حاجه يعني حاجه لطيفه ان هي تفضل عندك، بس هو رفض وانا احترمت ده جدا. بس الحد بقى الاخرين اللي هو كان رافض يتصور علشان ايده كان متضايق من شكلها، بس لما اتكلمت معاه حاولت اقنعه فعلا اقتنع يعني. بس طيب كويس. كان في صعوبات واجهتك يا ساره تعملي الفكره دي؟ يعني في وسط البلد دايما وسط البلد هي مكان فيه قلق شويه في التصوير. فبعد ما صورت مع اللي هو العامل اللي هو بيعصر البرتقال لقيت حد جاي يقول لي انت بتصوري تبع ايه بقى؟ يعني عارف انت اللي هو بشكل كده انت مين وبتعملي ايه وايه فكرتك؟ هم دايما بيقلقوا من فكره التصوير جدا او من فكره ان حد ماسك موبايل وبيفتح كاميرا في وشهم. بس ف هم العامل نفسه ولا لا حد يعني بيشتغل مع العامل على نفس العربيه. فاللي هو لا ما تصورش او بس، فالدنيا ابتدت تتلم كده شويه. بس يعني حسيت الموضوع يعني لما بتحاول تستوعب الناس هم كمان بيبداوا يهدوا شويه او بيبداوا ان هم ما يتضايقوش منك او يعني بيبداوا يخفوا شويه حده كلامهم. بس فالموضوع عدى. بمناسبه التصوير يا ساره، يعني انت بتصوري اكتر في الشارع تمام، يعني التصوير في الشارع صعب بنسبه ما لو انت ما كنتيش يعني كلامك حاولتي تنزلي يعني بلهجتك وبطريقتك للناس تستوعبك او يعني الناس تتعامل معاكي يعني تتعاملي معاهم بنفس البساطه بتاعتهم، طبعا هيتضايقوا او اللي هم مش هيبقوا حابين يتصوروا. لازم تفهميهم الاول او ان انت لازم يعني تخليهم يستوعبوا انت بتعملي ايه عشان ما حدش يتضايق يعني. بس لكن كنتي بتقدري تتغلبي.
انت اكتفيتي بتصوير ايادي العمال بس ولا بتفكري مثلا ان انت تنزلي الصوره وتحكي حدوته مثلا على كل ايد فيها حدوته؟ لا هو في يعني الصور اللي انا صورتها للمشروع ده نسبه كبيره منهم انا اصلا ما صورتش ملامحهم، صورت ايديهم بس. في ناس كانت لما بقول لهم ممكن انا بتكلم عن الايد نفسها ان انا اشرح يعني بقى تخيل الايد وحدوته معاها هتبقى حلوه. لا هو انا يعني لحد دلوقتي كنت مفكره ان هو البروجكت كده كل الصور على بعضها بتخدم فكره معينه بهو الكابشن زي ما قلت لك على الصوره بتاعه العامل، لكن ان انا احكي الحدوته كلها ممكن والله وارد جدا لو جبت لك فكره. ماشي. هل في شغلانات تانية يا سارة كنت حابة ان انت تصوريها وتوثقيها بس ما عرفتيش او ما لحقتيش؟ يعني العمال اللي هم بتوع الحديد والصلب، لان انا متاكده ان تتبهدل جامد جدا. برضو البنت الكوافيرة دايما بشوف ان دول من اكتر البنات اللي بتبقى يعني بيبقوا مرهقين او ايديهم بيبقى باين عليها التعب جدا، لان انا دايما بروح لهم اخر اليوم فببقى شايفه ايديهم عامله ازاي. دول ابرز اثنين يعني في دماغي اللي بيعملوا فخار مثلا ممكن ممكن برضو هل بيعملوا الازاز وبيقعدوا يعملوا كوبايات في عامل بتاع ازاز فعلا انا صورته هصور ناس تانية ان شاء الله. طب سارة قولي لي بعد يعني فكرة يعني مجموعة الصور اللي انت صورتيها والعمال والصنايعية اللي تعاملتي معاهم، ايه الخبرات اللي انت استفدتيها وخدتيها منهم؟ ايه اللي اتغير فيكي؟ بقيت احس ان انا ما بعملش اي حاجه والله، يعني اللي هو او اللي هو بتعب بس يعني ايديا ما يعني فضل ربنا ان ايديا ما بيبانش عليها الارهاق او التعب او الاجهاد بالمنظر اللي هو بيبان عليهم. بس فلا حاسه ان انا حتى لو انا واقفه في البيت وبعمل حاجه بسيطه واتعورت او حاجه اللي هو لا ما تدلعيش بقى الموضوع اللي هو يعني اجمدي بقى شويه وكملي في اللي انت بتعمليه. فلا في ناس بتتعب اكتر مني بكتير يعني. سارة قولي لي انت الصور دي كنت بتوثقيها بكاميرا ولا بالتليفون بالموبايل؟ لا كل المشروع بالموبايل انا بجد والله. والله ما صورتش بالكاميرا خالص. انت عارفه كمان انا ايه اللي عاجبني يا نوران؟ ان مثلا هي بتقرب لي ايد العامل من في تولز تانية موجوده، مثلا الخضري انا عرفت بالكابوتشا، في دلاله للعيش، في عيش تحت. فده اللي عاجبني، وكمان طالع الموضوع ارتستيك جدا يعني هو حتى من غير كلام ممكن تفهمي من الصوره صاحب المهنه دي ايه بالظبط. حلو جدا. كمان انتي بما انك بتركزي بقى على التفاصيل قوي قوي، هل في مشروع تاني قريب ليكي وايه التفاصيل اللي انتي حابه ان انتي تركزي عليها في الفتره اللي جايه؟ هو في فكرتين تانيين في دماغي ان شاء الله هنفذهم، بس يعني اكيد مش هقول تفاصيلهم، بس هي اللي ليهم لفته انسانيه، يعني الناس يعني بتتشد اكتر او بتنجذب اكتر لللمسات الانسانيه، خاصه الناس البسيطة دي وراهم حكايات تانية كتير، فانت لما بتوصله لهم بطريقة معينة بيبدأوا يتفاعلوا معاهم بشكل اكتر، مش اللي هم بيتعاملوا معاهم بشوية تعالي كده وشوية اللي هو يعني احنا حدودنا مع بعض اللي هي الشغلانة دي وخلاص. لا انت لما بتعرف اللي وراه فبتحاول ان انت تقرب منه اكتر او ان انت تحترمه اكتر او يعني ما تتضايقش منه. في تفاصيل برضو يعني الموضوع هيبقى فيه تفاصيل برضو ان شاء الله. حلو قوي نورتينا. ميرسي جدا. حلو ميرسي جدا يا ساره ليكي ونورتينا، والموضوع اللي انت عاملاه موضوع هايل. شكرا. رائع يعني. للاسف الفقره بتاعتنا خلصت. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هيبقى معانا الداعيه استاذ عمرو مهران، وهنتكلم عن الصداقه وغدر الاصدقاء. طب وانا بعد الفاصل عشان الحلقه دي مهمه جدا واكيد كلكم عانيتوا. ايوه.